السلام عليكم مرحبا بكم معنا في خبر جديد للعنوان ديالو اوميكرون الحكومة تعقد مجلسها عن بعد اليكم التفاصيل قال مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الحكومة عقدت اجتماعها الاسبوعي صبيحة اليوم الخميس برئاسة عزيز اخنوش وأضاف بيطاس خلال تقديم عرض حول أشغال مجلس الحكومة اليوم إلى تداول تقرير حول سياسة الماء قدمه وزير التجهيز والماء بالإضافة إلى المصادقة على مشاريع مراسيم حول اختصاصات بعض الوزراء ويأتي عقد الحكومة لمجلسها عن بعد بواسطة الإتصال المرئي في ظل إرتفاع الصاروخي للإصابات بفيروس كورونا وتسجيل أزيد من 5000 إصابة إلى اللقاء